دجاج ونص لحم. ورجعنا لكم يا جماعة فيديو مرة رهيب، وهذه المرة خطير. فيديو اليوم يا جماعة حيكون تكملة لسلسلة البيتزا. سلسلة البيتزا ايوه تتذكروها؟ نعم، تكمل سلسلة البيتزا، وهذا الفيديو خصيصا انتوا كنتوا تطلبوه مرة كثير. لو تتفرجوا الفيديو انت ما انت مشترك، لو سمحت في زر لونه احمر اضغط عليه واشترك في القناة، اوكي؟ وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تعملون اقوى لايك. اوكي الان معنا البطل امير جول جيم مسوي لي رياضي، قال لك فينس بيتش كاليفورنيا. دقيقه بس الاضاءه قويه. اوكي يلا معنا البطل امير، يلا اشرح زبطنا الاضاءه. اول شيء الصلصه يا حبيبي حقت البيتزا الاساسيه، شاورما لحم، شاورما دجاج، اوكي، جبنه موزاريلا، بطاطس، طماطم وبصل. ايوه هذا دقيق، وهذه يا حبيبي احلى عالم، احلى عالم، عجينة من احلى عالم. وهنا في ثوم، وفي شيء مره مهم، هذا ورق الزعتر، هذا اوريجانو. اوريجانو، يلا بسم الله نبدا. اهلا وسهلا يا جماعه بالجميع، حياكم الله في المطبخ المتواضع. هذا المطبخ طلع ملايين المشاهدات، والله ملايين. السطح حق هذا لازم يكون نظيف، اهم شيء النظافه، صاخة ما يبقى، اوكي؟ نجيب المناديل، مرة طريقة سهلة نسوي زي كذا. أنا مسحته قبل الفيديو بس بوريكم كيف طريقة التمسيح، يعني بس نظيف أنا يعني. والله نظيف خلاص، يلا. أنا جعت لو سمحت. اوكي يلا، نبدأ أول شيء بالعجينة. بس قبل العجينة الدقيق، ما الفائدة من الدقيق يا أمير؟ تسوي فيه زي كذا. دقيقة نحطه يا جماعة عشان ما نبغى أي شيء يلصق، أوكي؟ أوكي. بعدين نأخذ العجينة حقت أحلى، تفرد العجينة، أوكي؟ حاولوا كالعادة تخلوا الشكل دائري، أنا عارف إنه هو هذا شيء صعب، بس حاولوا تسووا زي كذا. في نفس اللحظة يا جماعة تشغلوا الفرن على درجة حرارة كم؟ 400. فانتوا تسووا زي كذا اول حاجه عشان ما تطلع دائريه، تسووا زي كذا. اوكي الان الشكل المناسب. الصينيه نفس الشيء، كمان تحطوا دقيق تشيلوا زي كذا. الله عليك، حاولوا يعني تخلوا شويه للطرف يكون ايش مدبدب، يعني الطرف زي ما انتم شايفين كذا مدبدب شويه. بعدين نجيب شوكه، انتم عارفين ليش، اللي يعرف ليش يكتب تحت. احنا قلناها في الحلقه، في حلقه من الحلقات، صح امير؟ كل الحلقات نقولها. هذا ما هو التميس، ها احنا بنسوي زي كذا علشان تيت. خلاص كومنتات يقول ايش تعيد كلامك. كومنت اكتب اللي يعرف يقول، اوكي؟ هذه حنسوي بيتزا صامول. صامول صغير، اوكي؟ حلو. الصوص حركة دائرية يا شباب. حطيت الصوص، ننتقل للفقرة المهمة. اوكي؟ تحط زي كده ثوم نفس الطريقة بشكل دائري. حاولوا شباب ما تطلعوا برا، يعني أنا طلعت برا شوية بس مو مشكلة. جيبوا أوريجانو شوية، سووا زي كده. أوريجانو حتديك طعم الإيطاليانو بيتزا، أوكي؟ البيتزا الإيطالية. طب إحنا يا حبيبي بيتزا شاورما، مين جاب الإيطالي في هذا؟ هذا هو الاختلاط، بيتزا إيطالية مع بيتزا مع شاورما. يلا يلا أطبخ، خلينا نشوف إيش حيطلع. أوكي أوكي، نجيب طماطم، نحط طماطم بصل. لا بعدين نبغاها إحنا نص نص كده، نص دجاج ونص لحم.
ايش هذه الاجابه هنا؟ لسه ما جاء دوره. نص دجاج ونص لحم. والعيش الصامولي نخلينه هنا في الطرف عشان بعدين هذا يعني ناكله صامولي. نحط فيه جبنه. طيب بعدين بطاطس، اخر شيء نحط بطاطس ولا البطاطس فوق الجبنه؟ لا لا البطاطس اول. بطاطس يلا بطاطس. امير انت تقول بطاطس ولا بطاط؟ انا اقول بطاطس. ها؟ بطاطس. طس. انت؟ بطاطس ها؟ انت؟ بطاط. لا لا لا. بطاطس. لا لا بطاطس. اخر شيء الموزاريلا. عاد الموزاريلا يا جماعه دائما اقول لكم زي كذا قبل ما تحطوها تسوي زي كذا. انا حاسس انه هذه البيتزا هتطلع مره رهيبه. باذن الله. البيتزا الان جاهزه. زي ما قلت لكم الان الفرن يكون جاهز. درجه الحراره كم؟ 400. يلا نحطها. طب البس البس شيء في يدك. والله ترى حار الفرن. لا لا ما عليك انا مدلك. والله شوف 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 ايش حيصير فيه. والله حراره. يلا بس حط حي. مع السلامه. نخليها تطبخ وممكن 15 دقيقه وبنرجع لكم ان شاء الله. اوكي؟ اوكي. يلا. 2000 years later. اوكي يا جماعه الان بعد مرور تقريبا والله صراحه ما اعرف كل فرن يختلف درجه الحراره فما ححدد لكم وقت معين بعد مرور اكس من الوقت استوت البيتزا انا شايفها استوت. انيستا يا سلام يا لا 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 يا انيستا لا شنو هذا شنو هذا جول. شايفين كيف الشكل ما شاء الله. بالنسبة للصامولي يعني اسحب عليه الان. والله متحمس اجرب كيف الطعم. الصامولي استوى ترى. والله استوى الصراحة. صح؟ طريقة التقطيع زي ما قلت لكم يا جماعة دائما تبدأ من برا بس فين اللحم والدجاج عشان نقطع بالنص. تلف كده بزاوية صغيرة. روح. بعدين كده تسوي كده. خط هنا وخط هنا. عشان كده وكده. لا هذه هذه أحسها خرشة الصراحة خرشت. شوف 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 شوف. علمك أنا الحين. معلم ولا ماني معلم؟ دي دي دي. هل تعلم؟ ها؟ فقرة هل تعلم؟ إنه البيتزا العدد المفروض هذا ال يعني نظام النظام الدولي حق البيتزا 6 سلايسات. طيب هذا مو يعني ايوه سكه 6 سلايسات. طيب هذه 6 سلايسات 1 2 3 4 5 6. والله اني ذحين ناسي ولد. طيب المهم يلا الان فقره التجربه. قرب قرب يا امير قرب. حار. شايفين كيف الدجاج بلا صياح. دقيقه دقيقه خش روح روح. بسم الله. الله 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 لا تستهبل يا اخي. الله والله الصراحه ما توقعت الطعم كذا. دجاج بتزاوي على شاورما على خطير خطير. دقيقه دقيقه واحده ثانيه واحده ثانيه. شوفوا الدهون. طعم. خلينا اخش على اللحم. خش على اللحم. هذه هي اللحم زي ما انتم شايفين اللحمايه. والله صراحه اللحم كمان فيها طعم مميز مميز. تعرف مع الثوم كمان اداها طعم مره خرافي. انت غمست في ثوم؟ ايوه الثوم اللي جوتها. الثوم والاوريجانو والله طعم مره مميز. اسمع يا جماعه هذه البيتزا من ألذ البيتزات اللي عملناها صراحه. والله عن نفسي كم من 10؟ 10 من 10. اوف خرافي اقول لك والله مره لذيذ. بالعافيه. مطاعم الشاورما انصحكم بهذه الطريقه. يلا امير جرب. تفضل حبيبي. شوف اللحم. خش على اللحم يا امير.
والله ما توقعت. ايش توقعت؟ والله ما توقعت الطعم ده. احس الكل بالبالغ يا ولد. اسطوري اسطوري. كم من عشرة؟ هذه 10 من 10 بدوق الدجاج. هذا الدجاج صح؟ ايوه زي هذه زي هذه. كله دجاج في دجاج. يلا انا وانت. يلا يلا واحد. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا يا اخي ايش رايك نفتح محل يا اخي نسوي الشادي؟ والله يا اخي والله نفتح محل يا جماعه مو طبيعي. يا اخي نفتح محل. وكذا يا جماعه نصير وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك تعطونا لايك. ويا جماعه بقول لكم حاجه في شيء مره حلو نهايه المقطع يا جماعه حنحط لكم فيديو بسيط عمل لنا هو صديقنا اليوتيوبر ياسر ياسر فلوجز. حط لكم رابط قناته تحت. شخص مره مجنون بني ادم رهيب يا عبد الرحمن والله رهيب صراحه. سوى لنا فيديو بسيط حط لكم هو جمع كذا مقاطع كثير من عندنا وسوى لنا هذا الفيديو بمناسبه وصولنا ل 500 الف سبسكرايبر. اسيبكم مع الفيديو حق ياسر. اخر شيء كان معكم عبد الرحمن وامير من قناه نفتح شيء. هيو الشباب Get ready. واحد اثنين ثلاثة.